يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا السبت مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، باردا في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. هذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية.